بص يا كريم، اللعبه في حد ذاتها في لمسات كان مفترض تحتسب في وقتها. يعني في وقتها كان في لمسات الحكم ما شافهاش. ترقى للتعمد. ايوه يعني ترقى للتعمد كان مفترض في ساعتها يصفصف احتساب ركله حره ماشي، بوقتها. الحكم ما شافهاش واللعب مشي. خلاص انا بقى في الحاله دي اتخذت باصه اثنين ثلاثه وراحت بعد كده هناك في اقصى اليمين اتعملت عرضيه جميله. يعني انا تصوري هنا تدخل الفار في غير محله. هنا في بقت غير لعبه. محله. هنا بقت لعبه جديده، انا شايف الكره هدف. تدخل الفار في غير محله، لان الكره خلاص انتقلت بره المسافه الزمنيه والمكانيه، وما كانش ينفع او ما يجوزش للفار ان هو يرجعه. ده راي الكابتن رضا البلتاجي بعد نفس الراي للكابتن سمير عثمان. يا ترى الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح عنده نفس الراي؟ احنا بنجيب لكم فقهاء التحكيم وخبرائه قبل ما نقول راينا عشان تشوفوا حجم الظلم اللي تعرض له الاهلي بوضوح. نشوف الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح. اروح بقى اعلم طبعا دي اللقطه اهو اللي بنتكلم عليها هنا. انا بقى عايز اسالك يا كابتن محمد، الصوره اللي قدامنا دي على الشاشه هنا وقت ما استحوذ عليها مدافع البنك الاهلي وهتبدا تتحول الى الجهه الاخرى، يعني خلاص المدافع بدا يبقى هو المهاجم بالظبط كده، وهو بيباصي الكره دي اول ما استلم خطوه بيباصي جه اللعيب بتاع الاهلي اللي واقف عند خط ال 18 قطعها منه فبدات الهجمه الجديده. تمام. هل دي تقديريه بمعنى انه لسه الفريق ما لحقش يستحوذ، ولا مجرد ما استحوذ وبص على الناحيه الثانيه شكرا هجمه جديده؟ لا خلاص شكرا هجمه جديده، لان انت لو تاخد بالك هو في مسافه برضو عنده القدره انه يقدر يلعب الكوره في اي حته يشتت مثلا بالظبط. هنا القانون مش هيكافئه بقى على جوده لعبه يا صح ولا غلط. لا هنا خلاص اللعب بيستمر ويجيب بدايه هجمه جديده. تمام مفهوم. تمام مفهوم. فهنا لكن هنا لازم ناكد للناس اللقطه دي هو هنا مش معاه حد مأثر عليه يلعب بكامل ارادته وكل اريحيه. انت قلت خلاص كده الاستخلاص من القصه دي كلها ان الهدف كان سليما وما كانش ينفع يتلغي وتدخل الفار لم يكن سليما بالاساس، صح؟ بالظبط كده. طيب كابتن محمد صلاح فتاح يكمل الثلاثيه لرضا البلتاجي ولسمير عثمان انه ما كانش ينفع الفار يجيبه ولا اللعبه تقف لانه دي لعبه جديده والاستحواذ كان كامل. نكملهم اربعه. رئيس لجنه الحكام السابق، مش السابق ده لسه اللي ماشي من يومين، الكابتن محمد فاروق رايه اكيد مهم. هنروح للعبه دي وهنقول الاول احنا متفقين لمسه اليد هي عباره عن تعمد او مخالفه. التعمد بيبقى واضح والمخالفه اللي اللاعب بيكبر جسمه وبالتالي تبقى في مخالفه. هنقول بس في الحالتين ايه القرارين في الحالتين؟ طيب لو اللعيب ده اصلا ما فيش مخالفه يبقى انا مش هحتاج اروح للفار غير في حاله واحده بس، لو نزل قدام رامي ربيعه وشاطها هدف هضطر اروح للفار والغي الهدف. لو في تعمد يبقى هنا هنروح للاي بي بي. الاي بي بي ايه معناه؟ مرحله بناء الهجمه. مرحله بناء الهجمه يعني لما الكره تخرج النادي الاهلي يستحوذ عليها تبدا تترفع وتيجي هدف هيبقى هنا الهدف سليم، الهدف هيلغى لان هنا في مرحله بناء الهجمه فبالتالي في خطا فيتحاسب عليه. اللي حصل في اللعبه دي ان اللعيب بتاع البنك الاهلي استحوذ على الكره ومشي بالكره وعمل تمريره خاطئه. فاصبح هنا اللعبه اصلا هنرجع للقرار يبقى القرار هدف سليم 100%. هدف سليم 100%؟ تمام. لانه طب هنا وضعيه اليد في تقديرك كانت ايه؟ وضعيه اليد لرامي ربيعه كانت ايه في تقديرك؟ لا في مخالفه طبعا، هنا يعني في مخالفه. في مخالفه على في رامي. في مخالفه فهرجع للمخالفه. طبعا هرجع للاي بي بي. هل الاي بي بي ده في النادي الاهلي استحوذ على الكره؟ ايه بعد كده اترفع كانت هدف؟ ايه الاي بي بي ده؟ الاي بي بي. الاي بي بي دي هي مرحله بناء الهجمه. دي مرحله بناء الهجمه، مرحله بناء الهجمه لو حصلت المخالفه زي كده برجع وبلغي الهدف. طيب دلوقتي هل النادي الاهلي هو اللي استحوذ على اللعبه وبالتالي احرز منها هدف عن طريق الكره العرضيه، ولا اللعيب البنك الاهلي اللي استحوذ على الكره؟ بعد ما وقعت من ايد رامي لعيب البنك استحوذ على الكره، صح كده؟ اللعيب البنك الاهلي هو اللي استحوذ على الكره ومشي بيها وعمل تمريره خاطئه. ممكن واحد يقول لك احنا لسه في مرحله الخطوره. انا حاسب لعيب في مرحله الخطوره على خطا هو اخطا بتمريره خاطئه وبالتالي هنا مفيش اي بي بي تماما لان لعيب النادي الاهلي اصلا مش هم اللي بنوا الهجمه. وبالتالي حضرتك ترى انه ده برضو جول صحيح للنادي الاهلي. هدف صحيح. هدف صحيح. طيب هنا هدف صحيح، اربع اراء. طيب قبل ما نكمل بقيه الخبراء انا عايز اتوقف بس عند الناس اللي غاويه انها
تعرف الحقيقه ما تقولهاش. ما حدث من تعمد، وانا بقول تعمد حرمان الاهلي من الفوز كان واضحا. بدايه منك تجيب راجل على الفار بقاله سنه ونص ما بيحكمش، عشان لو حصل غلط تقول لك اصل هو الخبره، يبقى انت عندك سبب ان هو غلط. يعني بتحتاط قوي قوي يعني انه يغلط، عندك مبرر للدفاع عن خطأه. طب في ماتش مهم زي كده كل سنه بيحصل فيه مشكله، كل سنه، وكله ضد النادي الاهلي، وكله بيحرم النادي الاهلي من انتصارات. الكابتن جاد جريشه بيقول لك الاستحواذ وبناء استحواذ الفريق غير استحواذ اللاعب والكلام ده. الكلمه واضحه جدا، اللاعب خد الكرة مشي خطوه اتنين ولعب الثالثه. الثالثه دي كانت ممكن تبقى ثرو باس، هجمه مرتده، هجمه مرتده يجي فينا جون، والجون جه برضو جون ده جه فينا من ضربه ركنيه في ماتش 4-3 انه رد علينا بجون هجمه مرتده كانت على البنك. فكان ساعتها هقول لك انت يعني منعت البنك من هجمه واحده. الاهلي ما استفادش من الخطا بتاع رامي ربيعه، ولكن استفاد من الخطا بتاع مين؟ لاعب البنك. ايوه ده اذا كنا اعتبرناه خطا، هو شتت وراحت في اتجاه اللاعب الاهلي استحوذ ولعب الكوره. يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبه، وان كنت تدري وانا اعتقد انك تدري فالمصيبه اعظم. طيب آراء خبراء التحكيم الأربعة سمعتوهم، الأهلي اتظلم والجون سليم. إبراهيم فايق أم باعت الحالة للحكم الإنجليزي مارك هاسلي؟ قول لنا يا خواجة رأيك إيه؟ إذا كنا اختلفنا هنا في الداخل رغم إنه مفيش خلاف، أنت بتتكلم على النتيجة بالظبط في الواقعة ديت يا جماعة 7-2 أو 10-2، لأن في ثلاث حالات ما قالوش رأيهم بس أنا عارف رأيهم، كابتن أحمد الشناوي، كابتن وجيه أحمد، كابتن عصام عبد الفتاح، التلاتة أقروا بصحة هدف الأهلي في مشاورات ومداولات معاهم من قبل البعض. أدي ثلاث آراء مع السبع آراء اللي هتشوفوهم، اللي شفت أربعة منهم، 10 آراء أكدت حق الأهلي في المباراة في مقابل الكابتن جهاد جريشة ومقابل الكابتن جمال الشريف للإنصاف والموضوعية. 10-2. نشوف الخواجة الإنجليزي رد عليه، قال لك لمسة اليد في المخالفة لم تكن متعمدة، بل كانت نتيجة حادثة عرضية بسبب قرب اللاعبين من بعضهم البعض. الكرة لم تدخل المرمى مباشرة، ولو حدث ذلك لكان الهدف، لكان من الصحيح إلغاء الهدف. ده نفس كلام الكابتن فاروق. ومع ذلك نظرا لأن الكرة عادت للخارج ثم تم لعبها إلى الجناح قبل إرسال عرضية أسفرت عن تسجيل هدف، فإنني أرى أن هذا هدف صحيح، ولا ينبغي أن يكون هناك توصية من تقنية الفار بمراجعة الحالة، لأن هذه كانت لمسة يد عرضية وغير متعمدة. لم يستفد النادي الأهلي من لمسة اليد، خطأ على لاعب النادي الاهلي، لو رجعت للاعب للنادي الاهلي حطها جون لا يتلغي، لكن رجعت للاعيب البنك اللي كان من الممكن انه يعمل هجمه مرتده.